موضوعنا اليوم على إيش من نظام تغذية اللي غادي يلائم السيدات اللي كيمارسوا نشاط رياضي. بزاف الأسئلة اللي كنتوصل بها من عند سيدات اللي كيقول لك مثلا ملي كيديروا الرياضة في الصباح كتجيهم السخفة، بالتالي شنو نوع الفطور اللي خصهم ياكلوا، أو منين يدخلوا البيت ما خصهمش تكون فيهم لهفة الجوع لأنه غادي ربما ياكلوا كمية كبيرة الأكل وبالتالي كيوقع عدم توازن في السعرات الحرارية من بعد ممارسة الرياضة. هذا هو موضوعنا. عندكم أسئلة في هذا الموضوع مرحبا بكم على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24، وأيضا على الصفحة ديالنا ديال الفيسبوك دائما سناء الزعيم أصوات الآن. والآن طبعا كنرحبوا بكم مستمعتنا وخليكم معنا في هذا الموضوع اللي كيهمكم إلا كنتوا غديروا الرياضة أو باغين تبداو الرياضة، كيفاش توازنوا ما بين الرياضة وما بين الأكل اللي خصكم تناولوا ما قبل وما بعد الرياضة. موضوع مهم، كل أسئلكم كنرحبوا بها على رقمنا الهاتفي. دكتور سناء العيناني، صباح الفل والياسمين، صباح الخير. صباح الرياضة. تريضوا ترزقوا ياك. الحركة بركة. الحركة بركة. باش تحرقوا هاد الشهيوات كاملين. دابا اللي زوين هما المستمعات بداو كيكتبوا التعليقات في صفحة الفيسبوك تيقول لك وغير هاد المرة دوزها لنا دكتورة. عاوتاني. ولاو مشاركين في الجريمة. عاوتاني. يلا ما يا دواز الله يسامح تريضوا ونغمض عيني ما باش نهضر. مرة في السيمانة كتدوز هنا دكتورة سناء وليا من الأخرى الله ديال السيمانة باقي الأسبوع رأيني معاكم قالك. ما نسيكمش. اليوم غادي نتكلموا على هذا الموضوع اللي هو مهم وكنا توصلنا فيه بطلبات وبأسئلة. السيدة اللي كتدير رياضة بعد المرات كتدوخ ما كتبقاش عارفه شنو تاكل لانه كتبغي تجمع راسها يعني تنقص من الكميه الاكل وايضا تحترم وتتبع واحد الحميه متوازنه، ولكن في نفس الوقت بزاف ديال السيدات اللي كيمارسوا الرياضه في الصباح تيقول لك كنعانيو من هذا المشكل ديال السخفه، يا اما السخفه اثناء داك الرياضه وحصه الرياضه، يا اما ملي كندخلوا للدار راه كيكون فينا شي جوع رهيب، بالتالي داك السعرات الحراريه كاع اللي تحرقات كيخلفوها بالدوبل كتعاود. ولذلك خصنا نعرفوا بعدا كاينه واحد الفكره ديال ان الرياضه اللي بغى يديرها هي يديرها الصباح بكري بلا فطور ويخرج وتيتجرى، هذه راه ما يقدش عليها اي واحد، وما يمكنش نديروها بطريقه عشوائيه بلا ما نكونوا حضرنا بالليل اشنو غادي ناكلو باش نقدروا داك الصباح تكون عندنا طاقة كافية لذاك التمرين الرياضي. وماشي بشرط ندير الرياضة إلا كنت الصباح على الريق عاد غادي نتسمى درت الرياضة واستفدت من الرياضة. الرياضة في أي وقت من اليوم ممكنة إلا احترمت بعض الشروط. شنو هي؟ هي أنه أولا ما عمرني ما خصني ندير الرياضة وأنا ثقيل، خص آخر وجبة تكون على ساعتين ونص ديال 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 الوقت ولا ثلاثه السوايع، وتكون وجبه اللي كتحتوي على سكر بطيء مهم باش هذاك السكر البطيء كيبقى كيطلق لي الطاقه بشويه بشويه وانا كنستافد منها من بعد في اثناء التمارين الرياضيه ديالي، وما تكونش فيها كثره الدهون. علاش؟ لانها عسيره الهضم، وإلا كانت المائدة متعوبة في عملية ديال الهضم ما غاديش نحس براسي بصحة جيدة وما غنحسش بالقوة ديالي كاملة باش نقدر ندير الرياضة ديالي، لأنني كنكون متعوب مرهق ديك عملية الهضم اللي هي متعسرة بالدهون. مثلا درت الرياضة الصباح على الريق، خصني في الليل العشاء اللي غادي نكون معشيه يا إما يكون فيه دي بات يا إما يكون فيه الرز يا إما يكون فيه بطاطا مسلوقة يا إما يكون فيه الخبز، ولكن دائما مع مراعاة النصائح اللي كنقول لكم دائما. لي باطو الرز ما غاديش نطيبوهم حتى يطلقوا النشا ديالهم كاملين باش ما يطلعش مؤشر ديال السكر ديالهم. البطاطا كيف ما طيبتها من الأحسن مسلوقة، ولكن كيف ما طيبتها ما نفوتش لها تولد ساعة ديال الطياب، ودائما نكون مصاحبها بخضرة لونها خضر ومصاحبها واحد البروتين. ملي تكون هاد التركيبة الثلاثية ديال البروتين بطاطا وخضرة لونها خضر تنقص المؤشر ديالها ديال السكر. هنا كنكون مستعد
التمرين ديالي الرياضي، نقدر واحد نص ساعه او ساعه لا ربع قبل ناخذ واحد الفاكهه غتعاونني حتى هي على داك المجهود الرياضي اللي غادي ندير. فين تنرجع من الرياضه ديالي، نحاول باش ما ناكلش مباشره بعد التمارين، نخلي واحد ساعه الماء ساعه ديال الوقت. بالعكس دابا حيت بالي مع الماء، بالعكس خصني نشرب الماء لانني فقدت ماء مع العرق والمجهود اللي درت. نحاول نشرب باش نسترجع بعد ذاك الماء، ونحاول حتى الا خديت فاكهه ما فيها باس، لانه بحال كنعاود نسترجع ديك الطاقه ديالي اللي انا استهلكت بلا ما ناخذ شي حاجه اللي فيها الدهون، باش ما نعاودش نخزن، لان ديك الساعات كيكون الميتابوليزم ديالنا كله فايق ومقد، حنا حرقنا دهون مستعدين باش نعاودوا نصوبوا المخزون ديالنا. اذا حذاري من الحاجه اللي دهنيه باش ما ناخذهاش مباشره بعد الرياضه. في اثناء او في الوقيته ديال ممارسه الرياضه وفي الحصه ديال الرياضه، شنو هي الفاكهه اللي ممكن تناول السيده؟ احنا غادي نجاوبوا على هذا السؤال من بعد. طبعا ما نعود نذكر انكم ممكن تواصلوا معنا مباشره على رقمنا 0522 77 24 24، دائما على راديو اصوات وفي برنامجكم حديث ومغزل. احنا معكم ديما على راديو اصوات. مرحبا باسئلتكم دكتوره سناء العيناني، مختصه في الحميه والتغذيه وطب التجميل. طبعا كيفاش لالا ممكن تجمعي ما بين الرياضه وما بين تغذيه سليمه، وكيفاش من خلال التغذيه ما تكون عندك لا سخفه، ما يكون عندك لا نقص في الفيتامينات لا والو ان شاء الله خلال الحصص ديالك ديال الرياضه. كنا كنتكلموا على الفاكهه، واش الفاكهه اثناء الحصه الرياضيه ماشي اولا ماشي ضروريه، ولكن في اش من حاله ممكن السيده تاخذ ديك الفاكهه؟ الفاكهه في قلب مجهود رياضي نورمالمون كنحتاجوها، الا كانت هذا المجهود الرياضي ديال شي وقت اللي هو طويل ومتعب. مثلا كنلاحظوا مثلا كتشوف ماتش ديال التنس اللي هو طويل، كيبان لك بان دوك الرياضيين عندهم واحد المحلول كيبان لك راه ملون. علاش؟ لانه راه حلو، فيه فيتامينات زايدين وفيه الحلاوه، تيكونوا كيشربوا غير بالجغيمه ماشي كيتنفخوا بهذاك المحلول، اولا دايرين بنانه. ويلا لاحظتوا بانهم راه ما تاكلوش البنانه كلها في دقه واحده، يقدر داك الماتش اللي فيه واحد ساعتين ديال الوقت كله يلاه الا كمل ديك البنانه. اذا ما تنظنش بان السيده اللي غادي دير ساعه لا روب ديال الرياضه غالبا انها غتحتاج اشنو سناء كتزوقي فيا على لا لا لا، بغيت نقول لك وعلى غرار الرياضيين والابطال، ملي كتشوف مثلا شي ماتش ديال التنس ولا كتعجبني ديك اللقطه ديال هما كيلعبوا الماتش التنس فيه ثلاثه د السوايع مجبده ولا وتيجلسوا في ديك لابوز وكيجبدوا واحد التفاحه ولا بنانه، تياكل غير عطه راه ما تياكلش بنانه كلها، حرام عليك عطى السيده حتى هما ياكلوا شي طريف ديال شي فاكهه. واخ نديروا بحساب السخفه، انا السخفه فوقاش هادي تجي الا كنا حنايا ما مهيئينش نفسنا لهذا التمرين الرياضي. وإلا كان الفطور مثلا، كنتكلموا على الحصة الرياضية اللي هي في منتصف الصباح أو في نهاية الصباح ما بين العشرة وال 12، إلا كان سبقها واحد الفطور اللي ماشي معتدل ومتوازن، ونحاول واحد الطاختي ندير فيها واحد المعلقة ديال العسل ناخذها مباشرة قبل من الرياضة ديالي إلا كنت غنديرها في الصباح. واخا مزيانة. غادي نشوفوا طبعا من خلال أسئلة مستمعاتنا شنو هما الحالات اللي كيعيشوا، وبالتالي غادي نزيدوا نطوروا من موضوعنا وحديثنا معكم دائما في حديث ومغزل. حياة معنا من دار بيضاء ثم إلهام ثم بشرى. حياة بداية صباح النور، مرحبا بك معنا على راديو أصوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك وتحية لكاع المشرفين على إذاعة أصوات. الله يبارك فيك. وتحية للدكتورة سناء. الله يسلمك حياة. تحية ليها كبيرة بزاف لأن عرفتي أنا اللي كنت هضرت معكم قلت لكم دابا طيحت 20 كيلو دابا وصلت 23 كيلو. ما شاء الله. برافو 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 عليك، برافو عليك حياة.
الحمد لله. برافو بطلة، خصنا نعيطوا لك البطلة حياة لأنه إنجاز. لا وراسي درت شي حاجة كبيرة. معلوم هذا راه إنجاز معلوم، ولكن الفضل كيرجع لإذاعة أصوات والدكتورة سناء بعد الله سبحانه وتعالى، والمجهود ديالك والعزيمة ديالك اللي أنا متأكدة بأنها كبيرة بزاف. حين فراجلي كان كيقول لي ديما انت كتمشي حدايا بحال شي قيطون غادي حدايا. شتي ودابا ودابا شنو بدا تيقول لك راجلك حياة؟ لا صافي كيقول لي مفتخر. لا وحياة خصك ترديها له دابا، قول لي انت وليتي بحال شي خيمه. ولا هو كيبان غليظ عليا انا؟ معلوم مزيان قولوا دابا زيد في الصداق، حنا علاش خدامين كاع؟ ولا عاوتاني هي دفعوا دير له شويه ديال دير فيه النفس ودير فيه شويه النفس عاوتاني هو ينوض يدير شويه الريجيم. برافو عليك، برافو، حنا فخورين فخورين بك، تبارك الله عليك. ايوا اول شيء سنه سعيده لاذاعه اصوات، الله يبارك فيك الظهر ان شاء الله، وسنه سعيده ليك حين كنتي عيد ميلاد ديالك مع عيد ميلاد ديال اصوات. شكرا شكرا لك، الله يكثر خيرك. شكرا حبيبه حياه، شكرا. والسؤال اللي عندي الدكتوره هو انني انا كندير الرياضه كل صباح، عندي 5 ايام في السيمانه كندير الرياضه، ومن اللي كنجي انا اصلا كانت عندي الشهيه مفتوحه بزاف، يعني داك الريسو بفضل الاراده وبفضل النصائح اللي كتعطي وداك الشيء، انا اصلا عندي الشهيه مفتوحه كندير الرياضه في الصباح كنجي باغا ناكل بزاف، غير انا كنحبس راسي عندي الشهيه بزاف. كتمشي بلا فطور حياه؟ نعم كتمشي بلا فطور للرياضه؟ ماشي بلا فطور، كنشرب غير ميها في الصباح، كنشرب الماء، انا كنشرب الماء بزاف. والوجبه ديالك ديال الليل شنو كتكون؟ نعم والوجبه ديالك ديال الليل واش شنو كتكون؟ الوجبه ديالي انا كندير بطيبيطات صغيورين فيهم النافع بالشلاوه الجنجلان، المهم هذاك الشيء، عندي بطيبيطه صغيره تقريبا حجم 50 غرام وعندي شويه زيت العودي، وإلا كان معاه زويتينات ديال الدار تنصيب الزيتون في الدار مسوس بلا ملح، وكويس زيتين مسوس ولا كويس القهوه معطره مسوسه، هذا هو فطور يوميا، الا يومين في السيمانه كندير حسود الخرطال ولا حسود الشعير. خابية لان تتكلم على العشاء حياه. العشاء انا ما بقيتش في العشيه، ما عنديش الشهيه في العشيه، حيت حنا تنعسو بكري عندي 6 كنحبس، وكنت كنشرب لاصوب، دابا ملي طيحت الوزن وليت كناكل غير الديسير، بقيتش ديك لاصوب ما بقيتش كتجيب لي حاجه كتغضان. معليش ماشي بالشرط تاخدي لاصوب، تقدري تاخدي خضيره مصوبه بحال شلاضه، يا طايبه يا خضره اللي بغيتي، الا ما قديتيش على الشوربه بحال هكاك، ولا طويجين تويجين بصدر ديال الدجاج، ولا الحوت واحد 100 غرام ديال السمك يمكن لك تهو ديريه مع هذا، غير منين تعرفي راسك عندك الرياضه لا غدا، يا اما غتزيدي معاه بطاطا، يا اما غتزيدي معاه واحد شويه ديال الرز مثلا، العصوب شي كويرات ديال الميرنا ولا ديال السردين مثلا ممكن، يا اما غتاخدي الخبز واحد 50 غرام. الا لا غدا ديالك عندك الرياضه، ولا بد يكون عندك شي حاجه ديال السكر بطيء في الليل باش ما تحسيش بالسخفه، وباش ما تحسيش بداك الجوع، الهفه ديال الجوع مورا الرياضه. نقدر ندير شويه العسل الحر في الخبز قبل من الرياضه مباشره، قبل من الرياضه واحد المعلقه صغيره ديال العسل في 30 غرام ديال الخبز. صافي داكور، شكرا على دكتوره. شكرا على واجب، تهلا في راسك، وحنا كنشجعوك ودعمنا الكامل ليك حياه من الدار البيضاء، وتهلا في الاسره ديالك. الان غادي نمشيو لبنكرير معنا الهام، وكنذكر معنا اخوات على الخط، فغادي نديرو بالمختصر والمفيد ان شاء الله باش نوفيو الجميع حقه، ياك ما يتقلق منا حد. الهام صباح النور، مرحبا بك على راديو اصوات. صباح الخير اختي سناء، لاباس؟ الله يبارك فيك يا الهام. بارك الله فيك، تنشكرك على البرنامج بزاف، وتحيه للدكتوره سناء بزاف 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 بزاف. شكرا الهام، شكرا. بارك الله فيك. المهم انا عندي ما نطولش عليكم بزاف، عندي واحد السؤال. دابا انا ولدت دابا 3 شهور بالضبط، 3 شهور. مبروك زياده. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، وبغيت ندير لاصال، ولكن ما عرفتش واش حتى يدير الولد 6 شهور، حيت هو تيرضع مثلا عطي لا رضاعة لا والو، غير رضاعة طبيعية. واش حتى يدير 6 شهور عاد نبدا لاصال، ولا نبداها من دابا ما عنديش مشكل؟ واخا الهام، ولدتي بطريقة طبيعية ولا ولدتي بولادة قيصرية؟ لا ولدتي بطريقة طبيعية. إلا ولدتي بطريقة طبيعية يمكن لك دير الرياضة، ما كاينش إشكال.
ما كاينش الولاده الثانيه هذه زادت لي الكرشي شويه. لا ما كاينش ادنى اشكال، يمكن لك تزاولي التمارين ديالك الرياضه بدون مشكل. ما كاينش مشكل. هذيك الشهور كتكون بالنسبه للسيده اللي كتولد بعمليه قيصريه، لان واخا ديك السيكاتريس اللي كتبان لينا في الجلده تتكون مزيانه، ولكن السيكاتريس الدخلانيه ديال الوالده هي اللي كنتسناو واحد 6 شهور باش يلاه كتلائم الجرح ديال الوالده، وكنكونوا مأكدين بان ما غيكون حتى شي مشكل. بالنسبه للالهام ولكل السيدات اللي بحال الالهام مرضعات، شنو هو الوقت الملائم بالنسبه للجسم ديال هم والفيزيولوجيا ديالهم، شنو هو احسن وقت في اليوم باش يتريضوا؟ ما كاينش شي وقت اللي هو معين، ولكن باش يبقى عندنا الرضاعه بالطريقه سليمه وهذا ما خصهاش الاجهاد. يعني كنقولوا الرياضه غير شويه ديال التمارين خاصه لشد البطن، ماشي ديري داك الجهد في الرياضه، لانه تقدر تهرب عليك الحليب، لان الا تعبتي وعيتي يقدر يهرب الحليب. الراحه بالنسبه للمراه المرضعه شيء مهم في الكميه ديال الحليب اللي كتنتج. يعني ديري الحركات الرياضيه اللي غادي يساعدوك على شد البطن، وغيدوروا الحركه سميتو غيساعدوا على تنشيط الدوره الدمويه، ولكن بدون ارهاق. اتفقنا الهام؟ اييه شكرا بارك الله فيك. بلي عندك شي حاجه مازال في السؤال ديالك بغيتي تطرحيها على دكتوره؟ نجي من لاصال ما نردعوش مباشره، نرتاح شويه عاد نردعو. شربي الماء، انت راه خصك تشربي الماء بزاف بزاف، اكثر من اي واحد اخر غادي يدير الرياضه، لانه الى قلال عندك الماء غتقلل عندك الكميه ديال الحليب اللي كتنتجي. شكرا بزاف. عافاك استاذه سناء، بغيت العنوان ديال الدكتوره سناء في الدار البيضاء والتليفون ديالها الى ممكن. واخا على راسنا وعينينا، وعبد الرحيم غادي يعطيك الرقم ديالها. وما تحتاجيش تقولي لي استاذه سناء، نفضل تقولي لي اختي سناء، لاننا اخوات احسن واقرب. حنايا دائما بجنبكم طبعا مستمعاتنا، ومره اخرى الله يعاونك تهلا في راسك كثير. الهام تحياتي الحاره، معنا من مدينه الرباط بشرى. صباح النور بشرى. صباح الخير اخت سناء. اهلا ومرحبا. جوايو زانيفيرسير راديو اصوات وليك. ميرسي ميرسي بارك الله فيك. السلامة وطولة العمر. امين يا رب امين. بارك الله فيك. كنشكر الدكتورة سناء. شكرا على واجب بشرى، مرحبا. كتعجبيني بزاف يا دكتورة، الصوت ديالك حنين بزاف. راه حنينة، كيف كتسمعوها كيف هي؟ بارك الله فيك. دخلت الصورة ديالها ونعمة ونعمة الدكتورة. بارك الله فيك بشرى، بارك الله فيك. بارك الله. عافاك الدكتورة، أنا كندير الأيروبيك. تخوا سيونس باغ سومين، ساعة في ساعة في ساعة، وأنا فلاش ديالي 38 وكان وزن 58 كيلو. برافو عليك. وعندي جوج بنيتات ما شاء الله. وزعما الكرش ما عنديش، لاصقالي في ظهري. وا سي تخي بيان. أنا بلاتي بلاتي نصفق عليها، بلاتي نصفق عليها. جهودات جبارة. وبشرى عرفتي شحال من سيدة تحلم تكون كيفاش قلتي لها كرشك لاصقة في ظهرك. يا سلام. جميلة هاد العبارة. رائعة. أنا رقيقة من الفوق، يعني كنلبس إكس إس، ولكن من التحت شوية عامرة، كنلبس ما بين 40-42 على حساب. وبغيت نشوف على التغذية ديالي. أنا كنفطر عاد كنمشي لاصال، كنفطر مزيان، كناخذ قهوة كحلة سون سكر وخبيز مدهون بزبيدة ولا بفريمج ولا هاد، ومي كنجي كنتغدى، ولاني صافي ما كنعاود مول الغدا ناكل والو، غير تفاحة وبنانة في الليل صافي، حيت ما كنقدش ناكل في الليل. ومي لقيت راسي ما كناكل كاع حتى حاجة فيها السكر، وليت كان مثلا مول الغدا كناخذ هكا اون تارت ولا طرت شوكولا ولا كيك ولا، المهم اللي درت كنحاول ناخذو مول الغدا وصافي، وكنعاود نحبس غير الماء، ثالث كناخذ تفاحه وبنانه صافي. واش مزيان هذا النظام الغذائي ولا لا؟ عرفتي علاش؟ لانه كتمركزي العشاء ديالك او الوجبه اللي كتعوض العشاء كتمركزيها على الحلاوه، والحلاوه هي دهون كتتراكم في ذاتنا على شكل دهون في الجسم، وبالنسبه لك هي اللي كتتراكم عندك في الارداف. فهمتي؟ اذا راه ماشي صحي بالنسبه لك انك تاخذي دوك لي طارت
اولا بنانة وتفاحة والفواكه، وربما كتبالغي في الفواكه لان خصنا غير فاكهة واحدة ماكسيموم جوج الفواكه، وما تنتكلموش على البنان لان البنان شوية شوية السعرات الحرارية ديالو مرتفعة. الا غناخد نص بنانة، وغالبا ما غاديش نكتفي بها، عليها كنحاولوا نساو في الوقيتة ديال نقصان الوزن. بالنسبة لك راه كيف تنقول دائما احسن عشاء هو اللي فيه 100 غرام ديال بروتين بيضاء، لحوم بيضاء زائد خضار كيف ما بغيتها، ما نخممش نسلق ونبخر. غا كنقول لكم ديروا زعلوك وتكتوكا والبقوله ولي زيبيناغ ولا اللي بغيتي، اولا قريعه بالثومه والربيع اللي بغيتي كيف ما بغيتي، اولا زعلوك ديال الشيفلور شنو ما بغيتي، ولا شوربه ديال الخضار. داك نوبه كنت عطيت واحد الشربات اللي مفيدين تيخلصوني تدات من السموم، تتلقايها في البوابه ديال راديو اصوات. هنا هاد ملي كتعطي هاد الكميه ديال البروتينات للجسم بالعكس كتساعد على حرق الدهون. ملي كتاخدي ديك الشربات اللي هما اصلا كيحرقوا الدهون غتزيدي تعاوني راسك. اما الا خديتي الياغورت او الفواكه في الليل او لي طاخت بلا ما تحسي، كتلقاي راسك راه جوج ثلاثه اربعه نوبات في الاسبوع غتمشي تاخدي شي حاجه اللي هي حلوه بحال هكا، حيت تقولي راني ما كنتعشاش. يمكن في الميزان ما غاديش تزادي، ولكن كتنقصي من 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 الرصيد ديالك ديال العضلات، وكتعوضيه برصيد ديال الدهون. بصحه دكتوره، بغيت نمشي لان زعما الضعف كينقص من العمر واقيلا 10 سنين، حيت انا كلشي كيعطيني 26 واخا ما شفتي ما شاء الله ما كيتلفونيش كنقول لهم راني عندي جوج بنات ومزوجه، وهذا كيقول لي ما شاء الله ما شاء الله، وكنصح العيالات كلهم يضعفوا. ايه انا معاك حنا معاك ليكم. وشكرا لك، شكرا على هذه الكلمات بشرى، وبالتوفيق وبالصحه والسلامه ان شاء الله. تحيه كبيره لك، انت سفيره اصوات وسفيره حديث ومغزى مدينه الرباط اللي كنسلم عليكم بها، والموجه ديالنا طبعا 95.7. غادي نمشيو الان لاكادير ومن سوس معنا الاخت ناعمه. صباحك سعيد يا ناعمه. سنة مرحبا سنة. مرحبا سنوات، هذا صباح السنوات سنونو. عيد ميلاد سعيد هذا للاصوات، نتمنوا ليها النجاح. امين امين يا رب. وكنشكر الاخ اللي كيستقبل المكالمات عبد الرحيم حبيش مخرج ديالنا، مشكور. شكرا. كنبغي نسول انا الدكتوره، تفضلي. كندير لاماش الصباح، كان مثلا كنشرب كاس ديال الماء وكنمشي يعني بلا فطر بلا والو، وكندير ديك الساعه لا روب وكنجي يعني كنفطر. اش كتفطري؟ ها؟ اشنو كتاكلي؟ طاجين د الخليع وزلافه د املو. ياك ياك ناعمه. مع فيزيل القح وزويته. اها، وشكون اللي كيمشي عند الاخر الخبز ولا الزيت؟ شكون اللي كيمشي عند الاخر الخبز ولا الزيت؟ لا الخبز كناكلو مع الزيت. واش تنقول لكم؟ تنقول لكم الزيت اللي كتجي عند الخبز ماشي الخبز اللي كيمشي لعندها. الخبز راه نعيمه دير الشان على راسك. واملوا شحال من مره في السيمانه املوا؟ املوا لا ما كناكلوش، عندي المعده ديالي شويه ماشي هي هذيك، ما كنضرش فيه ما نقدر عليه. ما يكون عندك باس. بارك الله فيك. المهم كناكل خبز يعني، واش هذا فطور زوين يعني؟ مره كندير معاه واحد الفرماجه، واحد كل مره شنو كندير مع ديك الزويته. وكنجلس حتى لديك العشره ولا كندير واحد الطبيصيل ديال الفواكه، ليمون البعويد كلشي الفاكهه اللي عندي. وكناكلها صافي حتى الغدا يعني. واش هذا فطور صحي؟ واش انا غاديه صح ولا غاديه خطا؟ لا مزيان، غير وكان هذاك الزيت راه معلقه هي اللي الا باقا باغا تنقصي الوزن. شحال عندك في الوزن ديالك نعيم؟ انا عندي 65. واش كتحسي بان باقا باغا تنقصي شويه؟ بغيت نقصات شويه على الاقل نوصل ديك 60. مزيان، حاولي فغير في خلال هاد خمسة ديال الكيلويات اللي بغيتي تنقصي، تحاولي تنقصي الزيت، تلخصيه في واحد ثلاثة المعالق كبار الزيت في اليوم ما بين الفطور الغداء والعشاء، ياك؟ بالنسبة لأنك كتاخدي الخبز والزيت الصباح، غتعرفي شحال ديال الخبز. الخبز تقريبا ما بين 50-60 غرام، ياك؟ تحاولي منين تعجنيه ما ديريش فيه السكر، مهم.
انا ما يكونش فيه السكر. الزيت كيف كنقول لك هي اللي غادي تجي عند الخبز، يعني معلقه كبيره ديالك ديال الزيت هي هذيك وقيتها. تقدري تزيدي على هذا الفطور ديالك واحد جوج ديال القرقاعات، مفيدين جدا للصحه ديالك. ومع العشره مزيان تاخدي الفواكه، ولكن ماشي الفواكه راه غير فاكهه، ماكسيموم جوج ديال الفاكهات ماشي الفواكه اللي عندي كنحطو. راه لا بعويد او لا ولا ليمون او حاجه وحده. الا كان المندرين راه جوج حتى اربعه د المندرينات على حساب الحجم ديال المندرينه. الا كانت البعويد صغيور نقدروا نمشيو حتى لجوج. الا كان العادي وحده الله يجعل شي بركه. التفاح تماما كذلك ومثال. شنو عاوتاني كاين دابا؟ الرمان، نص رمانه هي فاكهه. كنحاول نعطيك نعطيك زعما اللي كيكافئ فاكهه وحده. الليمون، ليمونه وحده. الا كان الكيوي جوج ديال الكيويات. تنظن هادو هما الفواكه اللي كاينين دابا متواجدين بكثره. ياك الا كان التمر، تمره حتى ثلاثه التمرات حتى هي كتعادل فاكهه. كناكلو التمر حتى هو كان يعني ماشي كناكلو بهذا القياس الله يخليك. التمره ثلاثه التمرات كتعادل الفاكهه. لا ما كنفوتش ثلاثه انا يعني ديال التمر، كندير داك الشيء بالفرد فرديين يعني كناكل ثلاثه اللي كناكل. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تماما. ايوا غادي مزيان، برافو عليك نائمه. ولا مشيتي على هذا المنوال ان شاء الله راه غتوصلي للهدف ديالك. شكرا يا رب. النصائح ديالك دكتوره راه كنطبقوا داك الشيء، والله يجازيك بالخير والله يجعلها لك صدقه جاريه. اللهم امين اللهم امين. هاتي غنقول لكم واحد الحاجه، راجلي ديما تنقولوا تيدعيوا معايا الناس، تيدعيوا مع وليداتي، وتيقول لي وانا تنقول والله ما كيذكروك، دعيوا معاه عافاك النهار. شكرا الله يعاونكم. تحيه لك. تيقول لي وانا نقول لي ما تحيه لك نايمه من اكادير، وتحيه كبيره لكم باكادير اللي كتابعوا بها برامجنا وراديو اصوات على الموجة 100.2. حنا مواصلين معكم وباسئلتكم مستمعاتنا، تواصل في برنامجكم حديث ومغزل. معنا فتيحه من الدار البيضاء. صباح النور ضحكتنا دكتوره سناء. شوف الله يخليكم لبعضياتكم، الله يخلي لك ويطول لك في عمره بصحته وبسلامته ان شاء الله. باش ما كتمنوا بالسعاده. ايوا الا كان كيسمع انت سمع الدعاوي كاملين. من القلب. فتيحه صباحك سعيد. صباح الخير لاله، كي دايره لاباس عليك؟ مرحبا بك معنا على راديو اصوات. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، انا اول مره كنعيط لكم كنشارك. مرحبا مرحبا. بارك الله فيك. شوف ما تكون لا خلعه لا والو، حسبي حنا خواتات معاك. انا حسيت بك، ما كاين لاش، هذيك غير الفرحه. وحسبينا خواتاتك، واي حاجه خصاتك قوليها لينا على راسنا وعينينا. مرحبا. الله يعطيك الخير. بغيتك الله يجازيك بخير غير تعاونيني، انا دابا تنوزن في الوزن ديالي 70 والطول يعني انا قصيره وما خصنيش نكون غليظه، وبغيتك شي حميه الله يجازيك بخير نتبع تعطيني شنو غنتناول الفطور وشنو غندير الغداء والعشاء. بسم الله هي الاولى. غتقولي بسم الله هي الاولى، وغتقولي دابا غنبدا، ما غتقوليش اثنين غنبدا ياك ان شاء الله. دكتوره غتقولي دابا شنو اللي غادي ديري؟ حاجه بسيطه، حيدي بعدا المقلي، نساي شي حاجه سميتها مقليه. حاولي تراعي الشروط ديال الفرق ما بين الوجبات، اربعه السوايع ما بين ثلاثة حتى لخمسة السوايع، ما نخليش قل من ثلاثة السوايع، ما نخليش كثر من خمسة السوايع. في معدل كندير ربعة. وجبة الفطور وجبة أساسية ولا بد خصها تكون حاضرة، لأن هي اللي غتعطيك الطاقة اليوم. حاولي مع ديك العشرة تاخدي فاكهة، حتى هي كتعاونك باش حتى ديك الوجبة ديال الغداء ما تكونش فيك اللهفة ديال الجوع كثيرة وما تاكليش بزاف. حاولي تاخدي كاس كبير ديال الماء على الريق، بعدا منين تفيقي تاخدي واحد جوج كيسان ديال الماء قبل من من الفطور، وقبل من اي وجبه تاخدي كاس كبير ديال الماء بجغيمات صغار وانتي جالسه ماشي واقفه باش ما يدلاش لك البطن. في الوجبه ديالك تحاولي تنضغي مزيان. هادو راه واخا تيبانوا لك شي مسائل اللي بسيطه، ولكن ثقي بانها ثقلها كبير جدا، لانها ملي كتطبقيها كيبان لك الفرق. نضغي مزيان، لان حتى دوك الجزيئات الا ديال الاكل الا كانوا كبار تيهبطوا المائده، فهما تيعيطوا على الميكروبات وعلى الفطريات اللي كتنتج غازات اللي كتنفخ البطن، وما كتحسيش بالشبعه لانه كتاكلي بالزربه. الا كنتي ما كتنضغيش مزيان غتكوني كتاكلي بالزربه،
ولذلك ما تجي فين توصل ثلث ساعه باش توصل الاشاره للدماغ حتى تلقاي راسك كليتي بزاف في, في, في الكميه. حاولي ما تاكليش في التبصيل الكبير مع الجماعه، غديري تبصيل صغير بالنسبه لك اللي غتهزي وتحطي فيه باش تعرفي راسك اش من كميه كليتي وشنو تناولتي. نحاولوا نوعوا الغذاء ديالنا ديال الغداء، يعني يكون فيه بروتينات حاضره، الخضروات حاضره. الا بغيت ندخل الخبز ولا البطاطا ولا الرز ولا لي بات، نقص شويه من اللحوم، ناخذ غير نكتفي ب 100 غرام بركه عليا الا بغيت نزيدهم. ما بغيش نزيدهم ناخذ غير البروتينات ديالي والخضروات، نقدر ناخذ 150 غرام اذا كانت لحوم حمراء، نقدر نوصل حتى ل 180 200 غرام اذا كان سمك. نحاول اللحوم الحمراء نلخصها في مره حتى لجوج مرات في الاسبوع. السمك نحاول يكون حاضر جوج المرات في الأسبوع على الأقل، ونحاول واحد ثلاثة المرات في الأسبوع ما يكون عندي لا لحم لا دجاج لا حوت، نعوضه يا إما بيض وخبز أو لا بطاطا حبة بطاطس، يا إما نعوضه بالعدس وخبز ديال الزرع، يا إما نعوض نهار كسكسو نحاول ناخد داك الكسكسو ديالي 8-10 المعالق ناخد معاه الخضرة، ونحاول اللحم ديالو ما ناخدوش. ها أنا عندي ثلاثة النوبات في السيمانة اللي ما خديتش فيها لا لحم لا دجاج لا حوت. نحاول في الفاكهة ديالي ما ناخدهاش مباشرة وراء الأكل، كيف قلت لك ناخدها قبل من الوجبة ديال الغداء، وناخذها مع ديك 4-5 د العشيه. نحاول ديك الساعات هي تكون الساعه ديالي ديال الفاكهه او الفواكه جافه، ديك الساعات تمر او لوز ولا قرقع. نحاول عاوتاني العشاء يكون حاضر، ولا بد لان كاين خطا شائع ان تقول لك ناخذ الكوتي وما تنتعشاش بغيت نضعف، وهادشي اللي كندير هذا غلط، لان ملي تاخذي الكوتي وتتقلي فيه وتاخذي فيه السكريات والسكر السريع بالكثره، ديك الساعات بالعكس كيتراكم دهون في الجسم وكنقصوا من الرصيد ديالنا العضلات، لان حنا محتاجين بروتينات الا ما كليناهمش غنمشيو للمخزون ديالنا اللي هما العضلات ديالنا وغناخذوا منهم الكفايه ديالنا. لذلك ولا بد لحوم بيضاء خصهم يكونوا حاضرين في الليل، ونتفاداو اللحوم الحمراء في الليل. يعني الناس اللي كياخذوا الكفته ولا لي بروشيت في الليل يحاولوا يبدلوا هاد هاد العادة. متفقين؟ وتهلا في راسك، وتحية كبيرة ليك طبعا أخت فاتحة من الدار البيضاء. على صفحة ديال الفيسبوك بغيت نسلم بزاف على الأخت فاطمة رشيد، كذلك كاميليا، تحية لخديجة تغزوت، شروق خيري، رجاء من ميسور، حنان الدودي، فاطمة زهرة من طنجة، سلامي ليك. كذلك أم دجانة، شكرا على الحلوة الرائعة اللي عملتي لنا تطبيق ديالها. تحية لمريم البو، هي كريمة صابر، نور الهدى، عبير أمازيغ، ولطيفة أم جهدي، شكرا لكم بزاف. عندنا مازال أسئلة لك دكتورة سناء، احنا غادي نواصلوا فيها من بعد ما نبقاو مع الفاصل. إيلا غادي نديروا سؤال جواب. الأخت صاحبة الشأن هكا مسمية نفسها البروفيل ديالها على الفيسبوك، عندها سؤال على الابن ديال الأخت ديالها عامين ونصف، قالت لك كياكل الخضر مزيان ولكن ما كيبغيش اللحوم، كيبغي لهم فقط البيض. وكتسولك دكتورة سناء العناني شحال من مرة يقدروا يعطيوه البيض في الأسبوع؟ البيض أولا يعطيوه البيض البلدي ماشي البيض الرومي، وتنظن بأن ثلاثة المرات في الأسبوع بيضة كل نوبة كافية وما يفوتوهاش. بالنسبة للحوم يحاولوا يديروهم بطريقة ذكية، يعني مثلا يديروا كويرات مخلطين ما بين الخضرة وديك اللحوم، أو لا شوربة ويقطعوا فيها دوك اللحوم غير صغيورين ما يبانوش ليه يحاول ياخدها. تنظن هذه طريقة يقدر هاد الطفل ياخد بها اللحوم، ما يخصو لأن نخافوا من الأنيميا. عندنا السؤال ديال كاميليا اللي كتقول لك انها الحمد لله كانت فيها 85 كيلو في الوزن والان 64 كيلو، كتريض باستمرار يوميا ساعه باستثناء الاحد، واش هذا هو المعدل الطبيعي او تنقص؟ الوغ بالنسبه لكاميليا ساعه في اليوم مزيانه مخيره، ولكن واش غتقدر تستمر في هذا المنوال؟ ما تنظنش. اليوم يمكن عندها عزيمه قويه اللي مخلياها كدير هذا المجهود كامل، ولكن
الا نقصات من الوتيره ديال الرياضه انا نخاف عليها من انها تعاود تخلف، خاصه الا ما قادتش الاكل ديالها على حسب النظام الجديد اللي غادي تولي كتدير، بحيث ملي غادي تنقص من المجهود ديالها ديال الرياضه ضروري ومؤكد تنقص من الاكل اللي كتاكل، لان العمليه سهله، العمليه هي اش كندخل واش كنخرج. الا درت الرياضه غناكل اكثر من الانسان اللي ما كيديرهاش، معناتها انا كاملي نهار غتنقص من الرياضه ضروري تنقص من المدخول ديالها الغذائي اليومي. عندنا سؤال ديال ناديه من مدينه اكادير دائما على الصفحه الاصليه سناء الزعيم اصوات على الفيسبوك، كتقول لك واش البنان يقدروا ياكلوه النساء اللي بغاو يضعفوا ياك ما كيغلط؟ مع تبارك الله هنا في مدينه اكادير قالت لك البنان موجود وبلدي بنين، شنو نصيحتك؟ وتحيه طبعا للاصوات والطاقم كامل، تبارك الله عليكم، كنبغيكم بزاف، حتى حنا كنحبوك ناديه وراكي سفيره راديو اصوات باكادير. معلوم بنان البلدي زوين، وراه كاع داكشي زوين كيغلط، هذه المشكله. الحلوه كلشي شحال زوينه ولكن كتغلط. وي البنان ماشي غنقول لكم ما عمركم ما تاكلوه، ما تاكلوش، ما مزيانش، خايب، ولكني نعرف بانه الا خديت بنانه فهي عندها واحد القيمه غذائيه معينه اللي خصنا نرد معاها البال، الا كليتها راه غنقص شويه من حوايج اخرين، ماشي ناكلها وناكل عادي ولا ناكلها ورا الاكل ولا الا كنت غندير واحد المجهود ديال الرياضه من بعد وخديتها، بالعكس مفيده جدا لان فيها سكر بطيء غادي يبدا كيعطيني الطاقه شيئا فشيئا، هذه مزيانه. اما الا انا ما كنتريض ما كنتحرك ما والو وناخذ الطاقه وانا جالسه، تنظن بان ماشي منطقي انني ناخذ شي حاجه اللي فيها سعرات حراريه كثيره. وفي موضوعنا اليوم ديال الاكل ونظام الحميه مع الرياضه، عندنا سؤال ايضا مهم من عند سناء مش ماشي اللي كنسلم عليها، قالت لك كدير سبور من 6 ل 8 ديال الليل، وبغات تعرف واش حسن تاكل قبل ما دير الرياضه ولا حتى تسالي. ميرسي بوغ ليميسيون ومرحبا بك سناء. مرحبا بسنوء معنا عاوتاني ثالثه. الوغ بالنسبه للرياضه من 6 ل 8 حنا كنقولوا بين ساعتين ثلاثه السوايع، السؤال المهم الناس اللي كيتصريضوا في نهايه اليوم وبزاف الحالات نسالي وشنو ياكلوا، بزاف الحالات في هذا الشكل. حنا شنو قلنا بين ساعتين ونص ثلاثه السوايع قبل ما خصناش ناكلوا، يعني الا غادي تبدا مع 6 فوقاش نورمالمون اخر وجبه ديالها هي الكوتي، هي عندك مع 3 ونص 4، ما يمكنش هاد السيده من 3 ونص 4 ما باقا تاكل حتى شي حاجه حتى لغدا، لا، ورا هاد المجهود ديالها ديال الرياضه غادي تاخذ وجبه خفيفه اللي ما فيهاش الدهون، وبالعكس مزيانه ليها باش غادي تسترجع شويه ديك الطاقه اللي حرقتها خلال المجهود ديال الرياضه ديالها. اذا والناس اللي كيجيهم الجوع من بعد كوجبه ديال العشاء شنو اهم نصيحه؟ يقدروا يديروا حتى هما شي سكر بطيء اللي شويه غادي يكالمي داك الهفه ديال الجوع، وخاصه يشربوا الماء اولا، غادي يقوم بعمليه ترطيب الجسد لانه ضيع بزاف ديال الماء، هذه هي الاولى. ثانيا يكالمي شويه داك الهفه ديال الجوع، ونحاولوا الى هادشي كله ما فاش نزيدوا واحد السكر بطيء، يعني الخبز ولا لي بات ولا الرز بكميه قليله جدا باش شويه نهدوا داك الجوع. شكرا لك.